يترقب العرب منذ القدم ظهور نجم سهيل، وقالوا في الكويت قديماً إذا دلق سهيل لا تامن السيل، في إشارة لانتهاء فصل الصيف الحار وانخفاض درجة الحرارة. نسهل في شبه جزيرة العرب، يدخل في 24، يظهر في 24 أغسطس ويبقى في السماء، يرتفع يرتفع يرتفع. في الكويت مثلا في 4 سبتمبر، يعني تأخر كثير شوي، لأننا نحن في الشمال شوية، كل ما نروح الشمال كل ما يتأخر، كل ما نروح الشمال يتأخر. الغزل القادم كل ما كل يوم عن يوم أبرد، ابتداء من 4 سبتمبر يبدأ الشتاء، كسر حدة الصيف. الشتاء لا يبدأ في عندنا في الكويت إلا في 15/9، شهر 9 45 في أعلاها و23 في أدناها. الشتوي في 25/11 حسب ما هو مفهوم من المظاهر الفلكية أنها سيكون متوسطا، ليس شحيح المطر ولا غزير المطر. الحيوانات اللبونة تدر تشرب بالهدوء وبالراحة فتدر اللبن، والظل يكسر الظل.